بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مرحبا بكم يا أحبابنا أخواننا في الله في فقرة سلمان يجيب إن شاء الله. تعالوا يا أحبابنا يا أخواننا نشوف سلمان الجميل ده ماذا حضر لنا اليوم، وماذا جهز لنا سلمان حينما نسأله إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سلمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي. كيف حالك يا سلمان؟ الحمد لله. يا سلمان، هل تعرف ما هي أركان الإيمان؟ نعم. ما هي أركان الإيمان يا سلمان؟ أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما شاء الله، جزاك الله خيرا يا سلمان. لقد أجاب سلمان يا أحباب إخواني بما أجاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي صح في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حينما قال عمر بن الخطاب: جاء إلينا رجل، أي دخل على رسول الله رجلا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السوء، لا يرى عليه أثر السفر، فجلس بين يدي رسول الله ووضع يديه على فخذي رسول الله، ثم بدأ هذا الرجل يسأل النبي، فقال له، أي قال الرجل لرسول الله: يا محمد، ما الإسلام؟ قال النبي له: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تصوم رمضان. فقال الرجل: صدقت يا محمد. ثم سأل الرجل نفس السؤال الذي سألته لسلمان، قلت له، وقال هذا الرجل لرسول الله: وما الإيمان يا محمد؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأركان الستة التي لا بد أن تتحقق في قلب مؤمن، فمن لم تتحقق يا أحبابي إخواني في هذه الأمور الست فلا حظ له في الإيمان. نعم يا أحبابي، قال الله رب العالمين، قال جل جلاله في أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. جزاك الله خيرا يا سلمان، لقد أجبت إجابة صحيحة بإذن الله. يا ريت تحط سبسكرايب وشير وكومنت وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله يا سلمان. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا. نقول لهم يا سلمان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.